تم الكشف عنها من خلال تسريبات. لدينا سلاسل منفردة. فعلا الغيرة الشخصية كما نعلم هي مرحلة مختلفة وتحتاج إلى وجوه جديدة. هل كانت وفاة لونا الشبل نتيجة حادث سير عابر؟ أم أن هناك أيد خفية وراء هذا الحادث؟ ولماذا غابت المظاهر الرسمية والتغطية الإعلامية عن جنازتها؟ وما هو السبب وراء التعتيم الإعلامي والاعتقالات التي صاحبت مراسم التشييع؟ روايات مختلفة إذن حول أسباب وفاة لونا الشبل. وفق رواية سلطة الأسد، فقد تعرضت لونا الشبل لحادث سير مروع في دمشق، حيث اصطدمت بها سيارة مصفحة من الخلف، ما أدى إلى نزيف دماغي حاد أودى بحياتها، ثم تم نقلها إلى مستشفى الشامي حيث وضعت في العناية المركزة، لكن الجهود الطبية لم تنجح في إنقاذ حياتها. ومع ذلك لم تقنع هذه الرواية الكثيرين وبقيت محاطة بالغموض، لأن تفاصيل الحادث تبدو غير مكتملة الحبكة. فالصورة التي انتشرت على أنها للسيارة التي كانت تركبها لونا الشبل لا تبدو بالسيارة الفارهة التي يمكن أن تكون فعلا السيارة التي تستخدمها. كما أن حظر الحركة على الكادر الطبي للمشفى الذي يقال أنها أسعفت إليه في العاصمة دمشق، مشفى الشامي، للأطباء بالدخول والخروج، وحتى فيما بعد صورة الجنازة التي لم يظهر فيها أحد من شخصيات النظام، كلها تشير إلى ما وصفه البعض بقول يكاد المريب أن يقول خذوني. وسائل إعلام عدة تداولت تسريبات متعددة حول حادث لونا الشبل، مما أثار الشكوك حول كونه مدبراً. إليكم أبرز الروايات. التصفية الإيرانية، بعض التقارير تشير إلى أن الشبل كانت متهمة بتسريب معلومات حساسة حول التحركات الإيرانية للجانب الروسي أو الإسرائيلي، ما أثار غضب الإيرانيين ودفعهم لتصفيتها. هذه الرواية تستند إلى تسريبات تتحدث عن توتر متزايد بين الشبل والإيرانيين في الفترة الأخيرة. مؤخراً عن قيام الإيرانيين باستهداف شبكات تجسس في ضمن أجهزة النظام تعمل لصالح جهات خارجية وعلى وجه التحديد إسرائيل. ويقال أن التصفية حتى تمت من قبل الإيرانيين وأن الحادث كله مفبرك ومن الشبل قد تم تصفيتها قبل الحديث عن الحادث حتى. الرواية الثانية تتحدث عن خلافات داخل نظام بشار الأسد، حيث تشير إلى وجود صراعات داخلية في النظام. يعتقد أن الشبل كانت جزءاً من هذا الصراع القوي داخل القصر الجمهوري، وقررت بعض الأطراف القوية التخلص منها. تعزيزاً لهذه الرواية تأتي من اعتقال شقيقها ملهم الشبل بتهمة التواصل مع جهات معادية، ووضع زوجها محمد عمار ساعاتي تحت الإقامة الجبرية ومنعه من السفر. الرواية الثالثة تتحدث عن محاولة هروب للونا الشبل وزوجها، حيث قال موقع كلنا شركاء أن زوج لونا الشبل عمار ساعاتي كان يخطط للسفر إلى روسيا، حيث تمتلك الشبل منتجعاً في سوتشي، إلا أن معاملاته للسفر توقفت بشكل مفاجئ قبل الحادث بوقت قصير، وهذا ما يعزز الفرضية بأن الحادث كان مدبراً لمنع الشبل وزوجها من الهروب وكشف أسرار داخلية. رواية أخرى تتحدث عن تضارب المصالح، حيث تشير التسريبات إلى أن الشبل كانت تعمل على جمع معلومات وتحليلها لصالح الروس، ما جعلها هدفاً لعدة أطراف داخل النظام وخارجه. هذه الأطراف قد تكون رأت في لونا الشبل تهديداً لمصالحها، خاصة بعد تزايد نفوذها داخل القصر الجمهوري بدعم روسي خاص. بعض الروايات تحدثت عن ترأس أو قيادة لونا الشبل وشقيقة العميد في جيش النظام خليط تجسس لصالح الإسرائيليين، ما استدعى تصفيتهما على يد الإيرانيين، أو قد تكون بسبب فعلا الغيرة الشخصية من زوجة بشار الأسد. جنازة غريبة وظروف مريبة، حيث لم تتوقف الشكوك عند حادثة الوفاة بل امتدت إلى مراسم الجنازة.
لم تغطي وسائل الإعلام الرسمية التابعة لبشار الأسد الجنازة كما هو المعتاد، وتم الاكتفاء بنشر صور قليلة، كما قيل أنه قد اعتقل بعض الحاضرين بسبب تصويرهم للجنازة. كذلك غابت مظاهر الحداد المعتادة في الإعلام الرسمي التابع لبشار الأسد، فدفع المراقبين للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التعامل المختلف. رغم أن هذه الروايات تفتقد إلى المصدر الموثوق، إلا أنها تبدو متسقة، وسياق الحدث الذي تلا هذه الوفاة أو الإعلان عنها، الجنازة كانت عادية جدا، لم يحضرها حتى يعني عدد كافي من الناس، من الأقارب، من الأصدقاء. هذه ليست جنازة مسؤولة في الحكومة، وليست جنازة مستشارة للرئيس. لا يمكن تخيل أو تصور أن هذه جنازة شخص توفي وهو في منصبه، وهو مرضي عنه من السيادة، سواء السوريين أو الآخرين من حلفاء النظام. لكن لماذا لم يقم بشار بتصفية لونا، إن صحت التصفية، كما حدث مع محمود الزعبي رئيس الوزراء السابق، أو مع غازي كنعان وزير الداخلية السابق في حكومة الأسد؟ فأقول أن فبركة الحادث المروري أو تدبيره حتى قد يكون أقل جدلاً من الانتحار بثلاث لقاط في الرأس. خلاصة القول، فإن وفاة لونا الشبل تبقى محاطة بالغموض والشكوك، ما يعكس تعقيدات الصراع بسوريا في ظل وجود القوات الروسية والإيرانية، كما أن الحادث وما تلاه من أحداث يكشف عن مدى التوتر والخلافات داخل أروقة نظام بشار الأسد، ويترك الباب مفتوحا أمام العديد من الأسئلة التي قد لا تجد إجابة واضحة عنها في القريب العاجل. لا شك أن ما حدث هو حلقة جديدة في مسلسل التخلص من الشخصيات داخل هذا النظام، لكن لا أحد يدري إذا كانت هذه السلسلة متصلة أم لدينا سلاسل منفردة كل منها لأهداف محددة.